بفاميلي اليوم مشين سمور موجودة معنا، معالجة نفسية عائلية. موضوعنا هو الدرس عند الأولاد، ليش في نفور من الدرس عند الشباب والصبايا بالمدارس؟ رح نحكي شوي بالتفاصيل عن هالموضوع. أهلا وسهلا فيك. بونجور كاتيا، صباح. هلا يعني الناس رح يقولوا إنه أصلا مين بحب الدرس، بس إنه حاليا الأشياء عم تتفاخم بعد أكثر وأكثر، والدرس بطل على الموضة، وصرنا بنستحي كمان إذا بندرس وبالوقت كمان في عيال يعني بتجبر أولادها على درس، حتى ما بننام وما بناكل ما بنعمل شيء بحياتنا إلا أنه ندرس. يعني شوية الدرس هو مسألة حساسة، وكتير نحن تناولناها من عدة جوانب. اليوم حنحكي أكتر أنه ليه في أولاد بتحب تدرس، وليه في أولاد بتحس بهيك سعادة بالدرس منها لحالة، وليه في أولاد بتطلع يعني نسبة قليلة. شوفي، إذا بنرجع شوي لعمر صغير، لما كانوا أولادنا صغار وكلنا اللي برأ بفكروا وبيتذكروا أولادهم بيعرفوا هيدا الشيء، لما الولد عمره 7 أشهر، مجرد ما أنت عملتي له الحاجات البيولوجية اللي هو بده إياها من أكل واهتمام بجسمه، وكان حاسس بالأمان وبالسعادة ببيته، منه لحاله بيتعلم، منه لحاله ببلش يتقلد، ببلش يلقط حركات ونحن بننبسط فيه ونعيش هيدا حالة الفرح. بالوقت مقارنة في عنا، في يكون عنا أولاد ما عم تتقلد، ما عم تتعلم، لأنه بكل بساطة ما حس بالإشباع، ما حس إنه حاجاتها شبعانة، لا من الناحية الجسدية ولا من الناحية حتى التواصل ولا من ناحية العاطفي. فنوصل إذا كبرنا شوي الموديل، لما بيصيروا أولادنا بالمدارس بالبريمير دو بالكومبليمنتير، سلومان فينومان كيسوريبيت، يعني قد إيه الولد حاسس بالاستقرار، حاسس في اندماج بجو العائلة، في أرموني، ما في ضغط، ما في توتر، ما في إنه ماما بتجبرني أقعد بالأوضة أدرس كل الوقت لهي تكون مرتاحة مع أصحابها، وبيان مشغولة، وبيان لما تقول تركته مع البان، يعني أنا بشغلي هو بشغله. يعني قديه درس فعلا بيكون داخل بعملية تواصل سليمة، قديه الأولاد عن جد ما بيكون عندهم صعوبة، بالعكس بيقوموا بواجباتهم الدراسية وبيكون عندهم حماس وبيكون عندهم إقبال، إنه هذا موضوع لإلهم هني، ما إله خصة بكل النزاعات الأسرية، مش نحن أجندة بنفتحها ونستعملها لحتى نسيطر على طفلنا. هلا نحن عم نحكي على كل حال يعني بداية يعني الصفوف اللي فيها درس، وبنعرف انه اغلبية مدارسنا بتعطي كمان اجندة كثير كبيرة. صح. عادة اذا ما كان الولد قادر ينظم حاله والاهل عارفين كيف ينظموا وقت الولد، المدرسة مش هالقد عم تعمل دائما الشغل، يعني اوقات مظبوط هذا للاسف، يعني هذا الامور كثير بدها تنظيم، لانه اذا فعلا بنطلع ونراقب في اولاد كثير بيكونوا مظلومين بمدرسه، بيكون في اولاد من نفس ترانش داج نفس العمر بمدرسه ثانيه بنلاقيهم كثير مرتاحين مع حالهم، كثير ايبانوي، وعلى صعيد المعلومات العلميه بيكونوا اثنيناتهم عندهم نفس المعلومات، فهون فعلا يعني للاسف ما في قانون. كل شغله بالحياه التواصليه وبحياه العلاقيه اذا ما كان لها مرجع حط لها المبادئ العامة، بكل واحد يفتح حسابه. فعلا بوزارة التربية مثلا ما في قانون بيخلي يقول انه قديه لازم ولد عمره 13 سنة كم فرض ياخد معه على البيت، ما في شيء قانون. فهون كل مؤسسة منلاقي مؤسسة عبالة تريح ولادها بتعرف انه اذا هن ارتاحوا هن بيرتاحوا كمعلمات تاني يوم. هون كمان الإدارة كتير مهمة، لأنه بالنهاية كل معلمة أو كل أستاذ بالمادة يلي عم بيعطيها هدفه يوصل المعلومات. صح. للولد، ويظهر من عنده الولد عن جد معلوماته واسعة وقادر يكون متمكن منها، وهيدا يعني مسؤوليته. بس مش يظهر مخنوق، يعني الولد في كتير مؤسسات فعلا الولاد عنده كتير محنوقة، الا ما في تنسي اوقات بين الماده والثانيه، يعني ما عنده ماده ولا اثنين ولا ثلاثه، الولد عنده كذا ماده، واوقات بتتشابك الامتحانات كلها سوا والدوفوارات كلها سوا، وكانه بنحس نحن لما بنفتح الاجندا انه اف ما بيحكوا مع بعضهم الاساتذه، ما في تواصل بين بعضهم الاساتذه ليعرفوا انه نحن اليوم مثلا شو لازم نعطي لهذا الولد. هون يمكن في اولاد قادرين يعني يمشوا بهالريتم، بس هن قليل، هن كثير قليل، إذا مشوا بهذا الريتم بمرحلة معينة كتير حيتعبوا. يعني فعلا نحن بحاجة بسرعة ليكون في هيدا قانون حماية الولد والطفل، حمايته مثل ما عم نحكي عن حماية جسدية، حمايته النفسية. ولكن إجمالا مشلين، يعني الولد صار بيزهق أوام،
صح يعني بيزهق مش دغري. بس الولد اذا بدك كلنا هيك صرنا عصرنا حياتنا كلها حياه سريعه وكلنا اذا طلبنا غرض صغير وما كان موجود معنا دائما نصرخ ونتلبك وعايشين كله بسرعه حتى المعلومات بيوصل للولد صاير بسرعه. فهون نحن بدنا نرجع على جو العائله يعني كيف عم بيكون جو العائله قد ايه الاهل فعلا عاطين هن من وقتهم لاولادهم. كون الانسان بيوصل للمعلومات ساعه اللي بده ما بيعود يسجلها براسه؟ ما بيعود يسجلها براسه اكيد تلقائيا الميموار تبعتنا ما بيعود في حافز يعني تلقائيا الميموار تبعتنا بدها تبلش تخف بدها تبلش تقل يقل شغلها ومجرد ما يقل شغلها هي حتتعب وحتضل دائما ضعيفه. بس هي المشكله مشكله الدفاعيه للدرس يعني هون اللي نحن بدنا نضوي كثير عليه. والدفاعيه للدرس اذا ما الاهل اوجدوها عند اولادهم فعلا ما حدا ما بتجي وحده وما حدا بيوجدها. شو بده يكون الدافع؟ يعني كيف بدهم يوجدوه؟ الدافع هو الدافع بده يكون بجو التواصل السليم بالعائله، هيدا الانفتاح، هيدا بنسميه الارموني اللي حكينا عنه، الانسجام، يعني انا مش بخلي ابني يدرس لانه انا عندي مشروع شوبينج مع صاحبتي. فعلا للاسف كثير عم نسمع كلمه جو فيو سوفلي من الامات. نحن بنفهم قد ايه الحياه ضاغطه، بس بمطرح من مطارح الولد ما بيقدر يرد على امه الا من خلال درسه. انه اوكي انا فيني اقعد كل النهار افتح كتبي واقعد على بيرويتي بالمكتب، اقعد على اوضتي مثل ما بدها الماما والبابا، بس انا اكون عامل بلوكاج. وهذا شيء ببين توتر انه انا ما استوعبت شيء، انا ما درست. بس في كمان كثير من الاهل يلي بيكونوا فعلا مع اولادهم 24 ساعه. وهون زي تخيل ناقص يعني كمان مش من زمان حكينا معكم عن الاهل اللي بيقطعوا علاقاتهم، بيقطعوا حياتهم، بسكروا ابواب بيتهم تما يجيهم زائر لحتى يكونوا هن مركزين على اولادهم، بس مش هذا المطلوب، مطلوب علاقه مريحه، مطلوب جو سليم، يعني مطلوب انه الولد يربى بطريقه مش هو بس المكنه اللي بدها تدرس، مش هو بس العلامه، يعني هذا الشيء دائما نحن بنعيده، دائما نحن بنطالب الاهل انه بليز انتوا هون السند، لانه لما ما في قوانين تنظم، لما كل مؤسسه بدها تفتح حسابها، لما ما في شيء يعني في قصص بتكون غلط بهيدي المؤسسه بمؤسسه ثانيه بتكون هي مباحه ومسموحه، هون الاهل هن بده يكونوا واعيين، بده يكونوا واعيين اي شخصيه بدهم. في شغله كثير كبيره عم نشوفها بمجتمعنا فعلا ما بتحمل بقى النطره، لازم بسرعه نلاقي لها حل. قصه الاولاد اللي بيجوا من مؤسسه بيروحوا على مؤسسه ثانيه على الافتر سكول، ما بيرجع على بيته الا للساعه 6 لانه اهلهم عندهم شغل. اقتصاديا بنفهم الوضع قد ايه صعب، بس فعلا عائليا هيدي قمه التفكك، يعني نحن هون عم نعمل من الولد روبو. يعني الولد ما عنده حياة طبيعية انه بروح على المدرسة بيرجع الظهر على البيت وين البريك؟ وين القعدة؟ وين الغداء مع أهلنا؟ حتى لو مرتين بالجمعة يمكن، وين القعدة مع في أولاد عم تشتاق تشوف إخواتها كاتيا؟ فعلا أنا مش من زمان سمعت هيدي الخبرية بالكلينيك إنه في ولد عم يشتاق يشوف أخته اللي أكبر منه بسنتين، لأنه حتى لو هي موجودة بالبيت وحتى لو ما عندهم درس عندنا قصة الآيباد وكل شيء إكران، فالوقت الباقي بدل ما يكون في الفاميلي نايت وقاعدين عم نحكي بعضنا عم نتشارع نتخانق كأخوة عم نكون قاعدين على الإكران كل واحد لحاله. على كل حال كمان موضوع العلامات، الأهل يلي يعني هدفهم يجمعوا علامات أوقات بيحصلوا على العلامة وبحسوا حالهم أنه أنجزوا لأنه وصلوا على علامات كتير عالية وربحوا، لكن بهالوقت الولد شو عم بيعاني لو كان عم يجيب علامة؟ مش دائما هو فيكون في أوقات الولاد بتجيب علامة هي من شطارتها من حماسها، بتكون ما كتير عم تدرس يمكن، ولكن لأن في جو هيك سلس بالعائلة ما في ضغط بتجيب العلامة. وفي أوقات ولاد لا فعلا بتكون عم تعاني لأنه بتعرف أنه إذا ما جبنا هيدا العلامة ردة الفعل بالبيت رح تكون كتير قاسية، وكأنه الأهل عم ينسوا أنه هولي ولاد. فعلا ما بقى في شيء من الطفوله اللي نحن عشناها، ما بقى في شيء من القصص هيك المنظمه من الحياه الطبيعيه العفويه، صارت اوضاعنا واوقاتنا، اذا بنراقب كيف اولادنا عم يستعملوا اوقاتهم، فعلا مساله كثير خطيره، يعني رايحين على دمار، فعلا هيدا الموضوع لازم كثير ننتبه له. كيف عم يستعملوا اوقاتهم؟ اوقاتهم اول شيء ما بيقعدوا مع بعضهم، اخوه بالبيت نادرا ما نشوفهم قاعدين سوا. ما بيقعدوا اذا ما كانوا الاهل موجودين، حتى الاخوه مش موجودين. ما في قعدات عائليه بقى، انقرضت شبه انقرضت، صار قعداتنا على وسائل التواصل على كل شيء اكران، بنقعد لندرس كمان، وفي كثير اولاد بتتحجب الدرس لما تقعد
بجو بيت في تشنج، بتقول انا بفضل ضل قاعد لحالي عم بدرس، لانه او بعمل حالي عم بدرس او بس انا لحالي انا مرتاح، لانه ما بقى في اخوه عم تتواصل مع بعضها. فعلا هذا موضوع كثير صاير طارئ، موضه جديده بالتربيه، هيدي موضه جديده، ولكن هيدي موضه فعلا هي مدمره. ولكن يعني الجيل الجديد جيل بحب كثير المعلومات، صح، منه يعني جيل، لانه ما عم بيصير له يلعب غميضه هو واخته، بيتسلى بكل شيء، وهيدي المعلومات اللي عم يحصل عليها عم تلهيه على المعلومات الاساسيه اللي عم تقدمها المدرسه. يعني هو صار فيه يعرف معلومات وقصص حتى اكثر من اساتذته، فكيف بده يقبضهم جد؟ ما بتنفعوا بالتحصيل الاكاديمي؟ هي بتنفعوا نوعا ما بالتحصيل الاكاديمي، ممكن توجهه على مجال معين، ولكن هي عم تحرمه من كثير قصص، من كثير ملذات بالحياه، من كثير امور عفويه لازم يعيشوها اولادنا اللي عمرهم 10 و12 و13، كثير بكير عليهم هيدي الاجواء. فعلا هيدا اللايف ستايل كثير ضروري ننتبه له، ما ننبسط نحن انه ايه ابني معبيت له كل وقته، توتي بروغرامي، السبت ما عندنا دقيقه لنقول بونجور لبعضنا، واخر النهار بياخذوا لعند بسيكولوج، انا مبسوطه. هذه مساله كثير خطيره، لانه يعني البسيكولوج هون ما حيحل شيء اذا ما هيك الاهل هن انتبهوا على اوقات اولادهم. يعني عم تقولي لو كان الاهل موجودين ولو كانوا عم يعطوا كل يعني تركيزهم وكل حالهم لهالولد، بيقدروا يكونوا عم يعبوا له وقته بطريقه فعلا عم متعبة ومؤذية، مش عم بيكون في كثير تركيز على البيرفورمانس، انه الولد اللي عمره 13 سنة لازم يفهم بالهندسة وبالكمبيوتر وبالبيولوجي، بس مش هيدا المطلوب، مطلوب يعيش مراهقته، مطلوب يخرب، مطلوب يحر، هلا منه لحاله هو عم بخرب، رح اذا بدك يبلش يكتشف، بس انه مطلوب يعمل اكتيفيتي، بس مش لهالدرجة، مش لدرجة انه ما بقى في حياة عائلية، صارت حياة فردية داخل أسرة واحدة. هلا اكثر من هيك، في كثير من الاهل بحسوا بالذنب لما بيشوفوا انه يعني صديق ابنهم ملى وقته كل الوقت، عنده خمسه اكتيفيتي نهار السبت، وهن لا يعني، واثنين شو مع بعض الظهر، واوقات بيكون ناجح فيهم يعني، وبحسوا بعقده ذنب من هالموضوع. شوفي، هو اكيد الولد بيكون مبسوط بالاستي له مانتونا بهيدي اللحظه اللي عم بيعيش فيها، وقته معبى والاهل مرتاحين وما في كثير مناقشات وشجار، اكيد مبسوط. بس الون تيرم لا، حيدفع الثمن هيدا الولد، العزله العاطفيه اللي عم بيعيشها، حيوصل لوقت يبطل ياخذ ساتسفاكسيون من هيدي الاكتيفيتي، خلص اوكي رحنا وتعلمنا وبعدين لما ما عم يحكوا مع اخواتهم، الاخوه ما عم يحكوا مع بعضهم. يعني فعلا هون نحن بدنا نناشد، ما بعرف مين بدنا نناشد صراحه فعلا، بس نحن هلا بأمس الحاجه نخلق قوانين بدولتنا تحمي اولادنا. لانه اذا نحن عم نحكي هذا الكلام، بس مين رح يجي يدخل بالعلاقه بين الاهل والطفل ويقول لهم للاهل ما تعملوا هيك او اعملوا هيك؟ ما حدا عنده السلطه. شكرا لك ميشلين سمور، معالجه نفسيه عائليه، ولوجودك معنا. وقفي هلا وبنرجع منتابع فقرات الايف.